فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين. وإن ظهرت منفعته، نعم، فهذا إذا كان لما فيه منفعة، وهو الغالب الآن إن الذي يقلدونهم فيه ليس فيه منفعة وإنما هو توافه، لا بل فيها مضرة، لأنها تعطل همم المسلمين، تعطل مواهبهم، وهذا ما يقصده الكفار. يقول الشيخ: حتى ولو كان فيه منفعة ظاهرة، ولو كان فيه منفعة ظاهرة، ما دام عندنا ما يغنينا فإننا لا نلتفت إلى هذا. نعم. قال: يختلفون فيه ويترددون لتعارض الدليلين، دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة. أي نعم، لتعارض الدليلين، هل نتركه تمسكا بالأصل الأول وهو منع التشبه، أو نستعمله نظرا لما فيه من المنفعة. ولكن نحن كما أشرنا أن ما جاء به الإسلام هو عين المنفعة وعين المصلحة، لأن الإسلام كامل، ولكن ما حصل عندنا من نقص ليس هو بسبب الإسلام، وإنما هو بسببنا نحن، لم نطبق الإسلام كما ينبغي. معاملاتنا مستوردة، عاداتنا مستوردة، جميع أمورنا كلها مستوردة، وكأننا أصبحنا أداة استهلاك فقط لا أداة إنتاج، فلذلك وصلنا إلى ما وصلنا عليه. وإذا رأت الدول الكافرة أن جماعة أو دولة من المسلمين تتجه نحو الاختراع ونحو الصناعة ونحو فإنهم يقضون عليها ويمنعونها من الاستمرار في المضي في سبيل الاختراع والاستقلال والاستغناء.